على كل حال، بس زي ما كريم بدأ كلامه، احنا عايزين طبعا نقول الحمد لله على السلامة لكابتن محمود الخطيب. هو طبعا كان في فرنسا زي ما حضراتكم عارفين، في باريس تحديدا، بيتلقى العلاج، وكان تقريبا لمدة شهر ونص يا كريم، حاجة زي كده. نتمنى ليه كمان يعني سبيد ريكفري زي ما بتقال، الشفاء العاجل بإذن الله. هو رجع لنا الحمد لله بالسلامة، لكن بإذن الله نتمنى كمان ان هو صحته تعود مرة اخرى افضل كمان من الاول. استقبال كان حافل كمان كبير جدا، يعني احنا طبعا شايفين على شاشه كريم اعضاء مجلس الاداره طبعًا. لكن كمان الاستقبال الجماهيري كان اكثر من رائع صحيح بصراحه. صحيح، يعني بصي، هو اللي بيحصل ده يتسق تماما مع فكره ان احنا بنتكلم عن شخص استثنائي على كل المستويات وعلى كل الاصعده. قلما يجود الزمان بشخص ما يبقاش فيه مساحه كبيره للاختلاف في وجهات النظر حوله وحول كياسه هذا الانسان ودماثه خلقه. والحقيقه كابتن محمود الخطيب بيشكل في هذا الاطار ظاهره من قديم الازل، من هو في الملاعب. يعني دايما كان مقترن دايما اسم محمود الخطيب بالاخلاق العاليه، الى جانب الاحترام بالحرفنه والامكانيات اللي خلته في نهايه المطاف لاعب استثنائي واداري استثنائي. الحقيقه نهو كريم بجد الواحد مش عشان بس الناس ما تقعدش تقول لك ان انت بتتكلم عن ما هو ده عشان رئيس النادي الاهلي وغيره. الموضوع مش اي علاقه يا جماعه. طبعا هو رئيس النادي الاهلي، بس هو مش بس رئيس النادي الاهلي كبوزيشن، هو راجل الناس بتحبه، هو راجل الناس بتحترمه، هو راجل الناس بجد بتشوفه قدوه كبيره، راجل بافعاله هو اللي بتتكلم عنه حاجه محترمه، راجل حتى لما حد بيغلط فيه بيجيب حقه بالقانون، راجل لما اي حاجه بتحصل ما بيسيبهاش، حق النادي الاهلي برضه بالقانون. فلما تيجي تتكلم عن يعني بني آدم بهذا الشكل، راجل محترم في تعامله، احنا قابلناه انا وكريم، انا وانت قابلناه كتير طبعًا جدا طبعًا. يعني راجل ديسنت جدا، مؤدب جدا ومجامل جدا. وعايز اقول لك كم من الناس اللي بتقعد تبعت لنا، احنا شخصيا انا عايز اقابل كابتن محمود الخطيب، امنيه حياتي اقابل كابتن محمود الخطيب يعني، وناس تسال عليه لما بنسافر بره. بجد اعتقد ده ان دل على شيء فيدل على نجاح كبير جدا. فسعداء برجوعك مره ثانيه لينا بالسلامه، وهنرجع تاني نقول يعني ربنا يشفيك باذن الله وتعود مره أخرى أفضل كمان من الأول. اللهم أمين يا رب العالمين.